الفيديو واحد من أسوأ الفيديوهات اللي صورتها. Hey guys, Aya here. Hope everyone's having a great, great, great day. في فيديو اليوم في بداية هذه السنة سافرت إلى اليابان خصيصاً عشان أشوف فندق الكبسولة المشهور اللي كل الناس تتكلم عنها. وحسيت انه حققت حلمي لانه كان واحد من اول الفيديوهات اللي شفتها على اليوتيوب، ولما شفت الفيديو عن الفندق هذا قبل 8 سنين كان دايما حلمي انه ازوره، ووعدت نفسي انه في يوم من الايام حروح واقضي ليله بالفندق. فعجبتني فكره فنادق الكبسوله، فبحثت اكثر عن فنادق الكبسوله واكتشفت انه في منهم كثير في كل بلدان العالم مش بس اليابان، وكل فندق يختلف كثير عن الثاني. ولكن في فيديو اليوم حنقضي ليله في ارخص فندق كبسوله شهيكم زكي في العالم. اظن الجيران يكرهوني. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم، خلونا نبدا الفيديو. ارخص فندق كبسوله بالعالم موجود في سنغافوره. انا عارفه، انا كمان كنت متوقع انه يكون في اليابان او في كوريا، بس لا 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 لا، في سنغافوره. الفندق اللي رحته موجود في مكان اسمه Arab Street، شارع العرب. لما دخلت على موقعهم وشفت Arab Street اندهش واندهش وانصدم. و عندنا شارع في سنغافوره، وفي نفس الشارع عندنا ارخص فندق كبسوله. فلاني كنت في سنغافوره اكيد قررت انه اروح واستكشف فندق الكبسوله. متحمسه. فاخذت اوبر ورحت نص ساعه من الفندق اللي انا فيه الى فندق الكبسوله. اول ما وصلت عرفت على طول انه ليش اسمه شارع العرب، انه في محلات عربيه كثيره. مسجد. في المنطقة حلوة كثير، بس الفندق guys والله إنه هذا الفيديو واحد من أسوأ الفيديوهات اللي صورتها. ندمت ثم ندمت ثم ندمت. فهذا الفندق 3 طوابق، خير مصر. في كل طابق في 16 كبسولة و3 حمامات. ما عندهمش أصلاً صيف. حطني في الدور الثالث. أنا مش أنا. هذه ثاني فندق كبسولة أدخله بحياتي. أول فندق رحته هو اللي في اليابان، وعندهم مبنى مش بس جزء، لا عندهم مبنى للبنات ويعطوكم بيجامة وفرشة أسنان ومكان نظيف جدا، يعني من جد فندق يجنن. فأنا حجزت الفندق هذا بكل ثقة، يعني فكرت إنه كل فنادق الكبسولة زي بعض. اللي اكتشفته وأنا هناك خلاص يعني خلاص أنا هناك إن الفندق مختلف. ما كنتش أعرف. والله العظيم انصدمت، ما كنت متوقعة نهائيا، يعني لأنه تجربتي الأولى كانت مختلفة تماما عن التجربة هذه. ففي اليابان كل شيء في اليابان منفصل زي ما قلت لكم، يعني مبنى مختلف تماما، هو تدخلوا من نفس المكان بعدين البنات يروحوا هنا والأولاد يروحوا هنا. أنا كنت فاكرة أنه كل فنادق الكبسولة كذا، ما جاء في بالي أبدا أنه في فنادق كبسولة بتكون مختلط، مش عارفة ليش. تخيلوا شعوري وأنا داخلة فندق كبسولة، يعني المكان أصلاً شبر ونص ومختلط. في بداية الفيديو من جد كنت متحمسة كثير، متحمسة. شفت فيديوهات عن المكان شكله كثير حلو، بس محدش أبداً قال إنه الفندق هذا مختلط. حطتني في الدور الثالث فأنا بطلع. أوكي، هذا لسه أنا مش عارفة إنه الفندق مختلط. طيب، فبطلع وبطلع وبطلع، فالمفروض خلعت جزمة برا وبعدين تدخلوا الغرفة. فخلعت الجزمة وبعدين أبدأ أشوف جزم أولاد. اللحظة هذه هي اللحظة اللي استوعبت فيها إنه لا 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 لا. Thank you.
رأيي الغرفة اللي فيها الكبسولات صغيرة جداً، بس عندهم خزانات عشان تحطوا فيها شنطتكم، لأن أظن ممنوع تاخذوا الشنطة معاكم داخل الكبسولة. الغلطة اللي عملتها هو أن أخذت سرير في الطابق العلوي، فكان في حد نايم تحتي، وكل ما أدخل الكبسولة بيعمل إزعاج. ممكن 3 أشخاص يناموا هنا. طبعاً الديزاين هو إنه إحنا رايحين الفضاء، هندخل الكبسولة ونطير إلى الفضاء. ما شفتش أي حد، بس بسمع أصوات إنه الناس بتتكلم داخل الكبسولة، بس ما شفتش أي حد. والحمام مكتوب برا الحمام إنه all gender مختلط، فعرفت خلاص، عرفت على طول إنه الغرفة اللي أنا فيها مختلط. على فكرة يا جماعة، أنا نزلت لتحت لعند الريسبشن وسألتها، لأنه في 3 أدوار، فسألتها إنه في أي دور من الأدوار هذه إنه بس للبنات؟ لا. فباللحظة هذه قررت إن أواصل أصور الفيديو ونستكشف المكان. لما تدخلوا الحمام حتشوفوا زي 3 غرف، كل غرفة في شاور ومرحاض، بس المغسلة برا. كل صراحة الحمام كان مقرف شوية، أولاً لأنه كل الناس في الفندق بيستخدموا نفس الحمام، وثانياً لأنه حاطين المرحاض والشاور في نفس المكان، فكان المكان كله مبلوع. أول ما دخلت الكبسولة ضغطت على الزرار اللي يقفل الباب عشان ما حدش يقدر يدخل من برا، فبحاول انه ما اخرجش وادخل كثير، لانه كل ما اطلع بيعمل صوت كذا. عجبني كثير الاضواء داخل الكبسولة، والتصميم زي السفينة الفضائية. تحت المراية عندهم مركز التحكم، ممكن تتحكم باضواء الكبسولة والمروحة، وحاطين كمان راديو. خزانة ما تقدروا تفتحوها، فمش عارفة ايش الفايدة منها بكل صراحة. عندهم تلفزيون في الكبسولة، عكس الفندق اللي في اليابان اللي ما كان عندهم اي شاشات داخل الكبسولة. حجم الكبسولة كبير جداً، يعني ممكن شخصين يدخلوا بنفس الكبسولة. الحاجة الوحيدة هو إنه أنا أقدر أسمع كل شيء، يعني أكنه الكبسولة معلول من وراء. أحس إنه كل الناس يقدروا يسمعوني. أي حد. بس ممكن تطلبوا سدادات من الريسبشن تحت. مش عارفة ليش، بس كل القنوات اللي بالفندق بلغتهم، يعني مفيش أي حاجة لا بالإنجليزي ولا بالعربي. توقعت إنه ألاقي أشياء بالعربي لأن إحنا في شارع العرب، لكن ما لقيت. حصل اللي حصل، واللي هو إنه الكوبس اللي داخل الكبسولة ما يشتغل، فما أقدر أشحن موبايلي ولا الكاميرا ولا أي شيء. أكثر حاجة عجبتني هو إنه ممكن أتحكم بألوان الأضواء داخل الكبسولة، فممكن أغيره إلى وردي، أزرق، بنفسجي، أخضر، أصفر، أي لون. Thank you.
حسيت براحة أبداً أبداً أبداً، رغم أني ما شفت أي حد، من جد ما شفت أي حد، يمكن شفت شخص واحد بس وبسمع أصوات كثيرة، بس كل الناس كانوا داخل في الكبسولة. كنت متضايقة ومش حاسة براحة نهائياً في المكان. على ما أظن كان الساعة 3 أو 4 الفجر، فقررت أنه أمشي. يعني فشلت في التحدي، بس من جد ما حسيت براحة أبداً. كل الناس اللي راحوا الفندق هذا قالوا أنه هو أرخص فندق كبسولة، ودفعوا تقريباً 7 دولار. مش عارفة كيف، لأنه أنا دفعت 77 دولار. أتوقع أنهم رفعوا الأسعار لأنه في نفس الأسبوع كان في إيفنت، مش متأكدة الصراحة، بس دفعت 77 دولار. أوكي يا جماعة، حابة أعرف رأيكم بكل صراحة عن الفندق، كم تعطوه من 10؟ وهل ممكن تقضي يوم كامل في هذا الفندق؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات، وكمان اكتبوا لي أي أفكار ثانية حابين أعملها بالفيديو الجاي. اوكي جايز، كذا وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، وبيس اوت.